عبر قداسه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن شكره لجلاله ملك البلاد المعظم وامتنانه على حسن وكرم الضيافه وحفاوه الاستقبال التي حظي بها اثناء زيارته التاريخيه لمملكه البحرين، وقال قداسه بابا الفاتيكان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: اشكركم على الايام التي مرت مع بعضنا البعض بقلب مليء بالامتنان ابارككم جميعا. ولا سيما أولئك الذين قاموا بالتحضير لهذه الرحلة. أشكر جلالة الملك والجهات المسؤولة في البحرين على كرم ضيافتهم.